يعني سامحني أقول لك هاي الكلمة، مصر ليست فقط للمصريين، مصر تمثل القارة الأفريقية، تمثل الدول الإسلامية، تمثل الدول العربية، بعدين تمثل كذلك مصر. يعني ما شاء الله مصر عليه مسؤولية أكبر من أي دولة موجودة في القارة الأفريقية. فلهذا السبب هذا يعني شيء مهم جدا لمصر. يعني أنا أقول السوق الأفريقي هو لازم أن يكون سوق مصري، ما لازم أن يكون سوق لأحد من الخارج، لأن مصر هي أكبر دولة، مصر أكثر دولة متقدمة، وأكثر دولة عندها القدرة على إعطاء وتزويد الدول الأفريقية بمنتجات كثيرة. فأنا ليش أروح أسواق أخرى؟ أنا عندي سوقي. يعني مصر لو انفتحت مرة واحدة للأسواق الأفريقية سوف تكون هناك تجارة كبيرة. من الدول الأفريقية تقدر تأخذ المواد الأساسية الأولية، ومن الأفارقة يقدرون أو الدول الأفريقية يقدرون يأخذون المنتجات من السوق المصري.